حياكم الله مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي، فقرات متنوعة، ضيوف مختصين، وكمان خلال هذه الساعتين راح تتابعوا معنا جولة سريعة على آخر الأخبار المتداولة. يسعد مساكي ندى. يسعد مساك يا رؤى، يسعد مساكم مشاهدينا، وأكيد معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي المميز برنامج سيدتي. إذا ندى خلينا نطلع ونشوف مع المشاهدين أبرز عناوين حلقتنا لليوم. تغيير أيام الإجازة الأسبوعية يثير الجدل ما بين مؤيد ومعارض. ما هو الحمل عالي الخطورة وما هي أبرز أسبابه وطرق علاجه؟ وأيضاً مشاهدينا، ديكورة المنزل الشتوية، ما هي الاستخدامات الصحيحة للمفروشات الشتوية؟ تغيير اللوك بعد خسارة الوزن، وهل الناس تنحف عشان تلبس؟ في بداية جولتنا الإخبارية، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية والرامي إلى وقف أي ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر. كما أكدت الخارجية رفض المملكة القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية. موقف المملكة العربية السعودية خلال الفترة اللي فاتت نقدر نقول إنه كان يصب أكثر في مصلحة السلام في الشرق الأوسط، العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة الشقيقة والدولية والعربية وغيرها. موضوع الإبادات اللي طبعا كان يتم في غزة مرفوض إنسانيا، كانت المملكة العربية السعودية دائما مواقفها إنسانية. مثلا تحريم المواد أو القذف بالمواد المحرمة دوليا، قذف أصلا أو استهداف الأماكن المحرمة دوليا، نتكلم على مثلا مستوى المستشفيات، المدارس، هذه الأماكن اللي بطبيعة الحال لما يكون في واحدة من الحروب وغيرها بيلجأوا لها، فبالتالي أنه يتم استهدافها وبيتم قتل الأبرياء فيها من الأطفال، من السيدات، من الرجال، من أي أحد يكون ما له علاقة في هذه الحرب اللي بتمارس ضد جهة معينة. وهنا تحديدا نتكلم عن قطاع غزة والاستهدافات والحصار اللي صاير خلال أكثر من 100 يوم الحين إحنا قاعدين نتكلم. فموقف المملكة العربية السعودية واحد، كلمتهم واحدة، إصرارهم والتزامهم بالالتزامات طبعا الدولية وغيرها، وهذا تأكيد على دور المملكة العربية السعودية. أكيد على كلامك رؤى، دائما المملكة العربية السعودية داعمة لغزة، مساعدات، حملات، مبادرات إنسانية وغيرها من هالأشياء، ونتمنى بإذن الله تعالى وقف الإبادة الجماعية الحاصلة للشعب الفلسطيني، يا رب يعم السلام عليهم بإذن الله تعالى. اللهم آمين. خلينا ننتقل أيضا للخبر الآخر. صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تتوج بجائزة بطلة المرأة العالمية في مجال الدبلوماسية العالمية، وجاءت هذه الجائزة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس الأسبوع الماضي. ريما بنت بندر من الشخصيات اللي أثرت فينا كثير إحنا كبنات سعوديات، تأثيرها الداخلي وبالإضافة إلى تأثيرها وتمثيلها للمملكة دوليا كونها سفيرة في واشنطن، دورها الفعال، تواضعها لأكثر من رائع. كثير من مقابلتها كنت أتفرج عليها وأتعلم من هدوءها وسرعة بديهتها وفصاحتها. الجواب الحاضر هذا ينم عن ثقة ودراية وعلم، وبصراحة أكيد نهنئ طبعا سمو الأميرة ريما على هذا التتويج وهذا التكريم، وأقل ما يقال طبعا في هذه الشخصية الرائعة الملهمة. تميز مسيرتها خلال المواقف الكثير اللي مرينا فيها، سواء كانت على العلاقات الدبلوماسية، على كيف تعكس صورة المرأة السعودية أو رؤية أو توجه المملكة العربية السعودية، دعمها لكثير من المشاريع والمبادرات، وحتى الفتيات تحديداً والشباب عندنا حتى داخل المملكة. أكيد هذا يعكس مسيرة حافلة بالتميز لها، ونهنى أكيد صاحبة سمو الملكي الأميرة ريما مرة ثانية أكيد. وخلونا ننتقل إلى الخبر الآخر.
كشفت البحر الأحمر الدولية عن بدء استخدام روبوت مبتكر لتنظيف الشواطئ من أجل الحفاظ على رمالها رمال خالية من النفايات. وقد صمم هذا الروبوت الحديث والكهربائي بالكامل لتحسين مظهر الرمال وجمع النفايات البلاستيكية والحطام، كما يمكنه تحديد عناصر صغيرة وتميز بإمكانية التحكم فيه عن بعد، ويضمن نتائج تنظيف شاملة دون التسبب بأي ضرر للبيئة. هذا المهم أنه نحافظ على الموارد البشرية اللي عندنا، بالإضافة بصراحة هذا الخبر أكثر من رائع. تتذكري كنا زمان لما نسافر ونروح مثلا على شاطئ كذا ونقول يا الله شاطئ هذا كأنه مارر عليه مكنسة كذا، يكون فعلا شكل الرمال حلو ومرتب وكله على مستوى واحد. بالإضافة أنه طبعا نتكلم على درجات الحرارة المرتفعة عندنا، نتكلم على تنظيف الشواطئ بطريقة تكون مثلا سريعة عملية أقل جهد للبشر، خليني أقول تتحمل اللي هي ساعات الحرارة المرتفعة، نتكلم مثلا على مستوى الصباح أو الظهر خصوصا عند درجات الحرارة في المنطقة في المناطق الساحلية إجمالا والبحر الأحمر تحديدا تكون درجات الحرارة ونسبة الرطوبة عالية. صحيح، وهذه من الاستخدامات الإيجابية اللي أشوفها أنا في الذكاء الاصطناعي أو الروبوت. مع أني أنا دائما صراحة أشوف سلبياته أكثر من إيجابياته، يعني أنا متخوفة منه بشكل فظيع أنه ممكن يأخذ الوظائف لا سمح الله، مع أن الرزق بيد الله مثل ما قلنا، بس أنه يعني يخوف، يعني إذا استخدمناه واعتمدنا عليه اعتماد كلي. لما تعتمدين على شيء وأنت ما عاد تستطيعين تطورين من نفسك، ما عاد مثلا تتثقفين أكثر، ما عاد تقرين أكثر، بس اعتمادك على هذا الشيء أشوف أن هذا شيء سلبي، لكن هنا الاستخدام كان جدا إيجابي وحبيته. يعني شوفي لكل زمان رجاله فممكن رح يجي زمن رجالنا حيصير الروبوتات الآخر ما رح يكون البشر. خليني أخذك يا رؤى ومشاهدينا أيضا على الخبر الآخر. أكيد يعني يا رؤى سمعتي بطرف علم هالأيام هذه وكل مشاهدينا المنتشرة مؤخرا في السوشيال ميديا، وهو أن هناك احتمالية لتغيير أيام الإجازة الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، وهذه الأخبار أثارت جدل واسع في منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. للوقوف على تفاصيل هذا الجدل ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور بادي الشكرة، باحث ومختص في مناهج التعليم والاتصال. حياك الله دكتور. حياكم الله، يا مرحبا ومسهلا. دكتور، يعني أنت أكيد سمعت الأخبار المتداولة في السوشيال ميديا أنه تغيير الويكند أو أيام نهاية الأسبوع تكون من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، إيش رأيك بهذه الفكرة؟ جميل، أشكركم بداية على الاستضافة. وبالنسبة لما تفضلتي بالخبر، في الحقيقة تعودنا أو تعلمنا وعلمنا أيضا طلابنا في كلية الإعلام أن الخبر دائما لابد أن يكون له مصدر، فمقررات مثل التوثيق الإعلامي أو مصادر المعلومات أو حتى الإعلام السعودي كمقررات هي تتجه إلى رصانة أو مصداقية الخبر. نحن نعلم، يعني نعلم أن بعض الاستطلاعات قد تطرح في بعض المنصات كمنصة إكس وغيرها، إلا أنها في واقع الحال لا تستند إلى يعني معلومة حقيقية أو لنقول رصد حقيقي للرأي العام، لذلك يبقى مجرد نقاشات ومداولات بين المغردين وليست يعني بخبر رسمي أكيد. أو ممكن نعم. أن نستند إليه طيب. ولو حتى كمقدمة لقرار جديد بهذا الخصوص. طيب، على سبيل المثال تم اعتماد تغيير أيام نهاية الأسبوع بما يتوافق أو يتماشى مع الدول الأخرى اللي اعتمدت نهاية الأسبوع بيوم السبت والأحد. يعني ودي أسألك هنا، لو أنه تم اعتماد هذا القرار كيف رح يكون مردوده على السوق الاقتصادي، نتكلم على التجارة العالمية أيضا؟ طبعا قد يعني نتطرق أو يحتاج الأمر إلى تفصيلات، لكن باختصار أعتقد أن القياسات أو المقارنات بين الدول يعني فيها نوع من عدم الدقة. لماذا؟ لأن كثير من الدول الإنتاجية التي تنتج الأشياء المادية الملموسة بمعنى مصانع ويعني عجلة، يعني باختصار الفرد في تلك المجتمعات يستخدم جميع عضلات
جسده. المجتمعات العربية والإسلامية في الغالب هي وظائف كلامية أو وظائف إدارية يعني، وكرأي شخصي يعني هي لا تختلف زادت أو نقصت يوم. لماذا؟ لأن مجتمعاتنا تعودت أن وظائفها يمكن أن تكسب عن طريق يعني ليست لا تحتاج، أو أن عجلة الصناعة أو كذا لن تتأثر. لماذا؟ لأن أكثر حتى من يعملون في هذا المجال ليسوا من المواطنين. أمر آخر أن كثير من التحديات الأخرى تدخل في نظام الإجازة، يعني من ناحية البيئة المجتمع، من ناحية أيضا شغل أوقات الفراغ. يعني الآن الويكند أو بعض الإجازات يكون هناك معاناة في قضية استيعاب أو السيطرة على كثير من الأمور التي تخرج على صورة سلوكيات لبعض الشباب أو بعض، وتحتاج إلى شغل لهذا الفراغ. أمر يعني مهم جدا أن يدرس مثل هذا الموضوع فيما لو كان هناك يعني حقيقة لهذا الشيء، أن يدرس بشكل مستفيض، وأن تستبعد قضية الأهواء والرغبات الشخصية. الكل منا يرغب أن يجلس في بيته ويأتيه الراتب أو الأجر وهو مرتاح، لكن هذا ليس منطقيا. العمل هو بحد ذاته جزء من حياة المجتمع، جزء من حياة الأفراد في المجتمع، وكثير مثل ما ذكرت من الآمال والطموحات في بلادنا أن يكون أو أن يتجه أيضا كثير من شبابنا إلى العمل الذي يعتمد كما أشرت على استيعاب أو الاستفادة واستثمار طاقات الشباب لأمور إنتاجية، أمور فعلا تبرز صورة بلادنا بمنتج متميز، بعمل أو بجهد اقتصادي مؤثر أو إنتاجي كمنتج وطني يتميز أو تتميز به بلادنا. هذا ما نطمح في الواقع له، بدلا من إعطاء مساحات من الفراغ سنجد أن هناك إشكالية في التعود أو في شغلها. وبخاصة نعرف أن أيضا عملية الاعتياد لما قرر قبل 10 سنوات اللي هو تغيير فقط من الخميس للجمعة بدلا من الجمعة، أو يعني تغيير الخميس للجمعة للجمعة والسبت، نعم نهاية الأسبوع، نعم كان هناك يعني فترة طويلة جدا ربما يعني ولم يتعود الناس على هذا التغيير. حتى إلى الآن بعض الناس يعتقد أن يوم الخميس هو إجازة، ونعرف الهاشتاج المشهور بهذا الأمر. نحن إذن أمام تحديات كثيرة تحتاج إلى دراسة شفافة وحقيقية حول هذا الأمر، فيما لو مثل ما ذكرت أن له يعني توطئة أو له أو هناك نوع من يعني التهيئة لهذا الأمر. طيب. لكني أعتقد أنه مجرد يعني مداولات لا أكثر ولا أقل، وقد يكون موضوع نقاشنا وآرائنا الشخصية ليس لها سند رسمي ولا تقدم ولا تؤخر، فهي مجرد يعني نقاش للفائدة. بارك الله. أكيد دكتور بادي، لكن إحنا نبي نتكلم عن المجال التعليمي، كونك أنت مختص تربوي ومتعمق بشؤون التربية، هل ممكن اليوم تغيير نهاية الأسبوع يؤثر على التعليم أو لا؟ لا شك أن التعليم هو جزء من منظومة العمل الموجود في البلاد، وبحكم ارتباطه بالمعلمين والإداريين وأيضا القيادات في مختلف سواء في جهاز الوزارة الرسمي أو في الإدارات التعليمية إلى آخره، بل وفي الجامعات. فوجود مثل هذا الطرح أو التغيير لا شك أنه سينعكس على كثير من الاتجاهات. ونعرف أن أي موظف في الدولة هو يتقاضى الأجر على أساس 5 أيام ويومين إجازة. فماذا سترى أو ماذا سيترتب على تغيير فيما مثل ما ذكرت على افتراض يعني لنتخيل مثلا
هل هناك أمور معينة ستنعكس على هؤلاء الموظفين؟ هل هناك تأثيرات على الطلاب؟ الطالب يحتاج إلى بذل يعني شيء ماليا أو ماديا لاستثمار اليوم الإضافي اللي بدلا من يومين أصبح 3 أيام. هناك طبعا حاجة لإيجاد ثقافة الاستفادة أو استثمار الإجازة، سواء فيها ألعاب ترفيهية مفيدة أو في استيعاب المتعلمين في برامج التعلم باللعب، وهذه موجودة في المربين القدامى كجون ديوي وغيره، أنهم أكدوا على أن الطفل أو المتعلم قد يتعلم عن طريق الممارسة واللعب أكثر مما يتعلم في الفصل. هذه يعني قضايا مطروحة للنقاش، أيهما أفضل وفق طبعا ما يتميز به مجتمعنا ووفق الإمكانات المتاحة في بلادنا. طيب دكتور بادي، يعني خلينا نكسب تواجدك اليوم معنا في هذه المداخلة، وخلينا نسمع منك بعض التوجيهات والنصائح للطلاب في هذه المرحلة. طبعا في هذه الفترات الطالب أو المتعلم أمام سيل جارف من المعلومات التي ترد عن طريق وسائل التواصل ومصادر المعلومة طبعا بشكل عام. في يعني لم تعد يعني المعلومة تأتي فقط من المقر الأكاديمي أو من الكتاب أو كذا، أصبحت هناك كثير يعني من وسائل التثقيف المتنوعة، ومن الأهمية فلترة أو إيجاد، وهذه من الأشياء الجميلة في مقرر الرقابة أو مقرر الخاص ب فلترة الأخبار أو الرقابة الإعلامية، أنه لا بد أيضاً أن يكون لدى كل شخص أو كل متعلم فلترة ذاتية للمعلومات، ولا يأتي أو يستقي أي معلومة دون البحث عن صدقيتها وعن فعلاً فائدتها. فأصبحت وسائل المعلومة كثيرة ولكنها مخيفة، فلذلك أنا أدعو الطلاب والمتعلمين أن يجيدوا قضية الذكاء والدهاء المعلوماتي، بحيث والبحث والتقصي أيضا دكتور بادي، أي معلومة ترد من هنا أو هناك يتم نشرها أو يتم تبنيها واعتقاد أنها حقيقة، لأنه في الغالب لابد أن تضع التشكيك قبل التصديق حتى تستطيع أن تعرف وتتأكد دائما من أي معلومة. واضح. أكيد نشكر مداخلتك اليوم معنا الباحث ومختص في مناهج التعليم والاتصال الدكتور بادي الشكر، شكرا جزيلا لك. ودي أسألك، وش رأيك لو تغير الويك أنت عندنا وصار سبت وأحد بدل جمعة وسبت؟ والله أنا بالنسبة لي أشوف أنه كويس، خصوصا لو كان مثلا الجمعة نص دوام يصير السبت والأحد، يعني جمعة سبت أحد كذا الناس تستفيد، يعني خصوصا الحين ما شاء الله الأماكن عندنا ما تخلص فما يمدينا على يومين، نبي حتى الجمعه نبي نص يوم عشان تبغى يوم زياده داخل على طمع، مع انه يعني ما فرق معي انا داوم ويكند، بس انه يعني اشوف انه حلو مره مناسب. انا مع بامانه، لاني طبعا غير مردوده الاقتصادي والتجاري، وهذا الهدف الاساسي بصراحه اذا تم يعني اعتماد هذا القرار، لكن انا شخصيا مثلا من الناس اللي أسافر على الإمارات كثير، فيصادف الويك إند حقي مختلف عن الويك إند حقهم، لكن المشكلة مو هنا الحين، المشكلة الحين برفع سماعة الأستاذ سالم بغير الأوف داي حقي بضطر إني كمان حتى أنا أغير الأوف داي حقي، ولو مو موجود إن شاء الله برسله المقطع عشان يعني يعتمد هذا الموضوع. لكن أنا بأمانة معه، يعني لما أعرف مردودها الاقتصادي، حنا لما نتكلم عن اختلاف إجازة نهاية الأسبوع مع الأسواق العالمية وغيرها، أنت بدل ما تتعطلي يومين تضطر تتعطلي 3 أيام، 3 أيام في فترة تداول ترى مختلفة وتأثر كثير يعني. فأنا مع القرار، وأعتقد أنه يعني ما في قرار يتم اعتماده عندنا في السعودية إلا يكون مدروس بشكل صحيح. أما بالنسبة لموضوع الاعتياد، زي ما تعودنا على الجمعة والسبت بدل خميس وجمعة، نرجع نتعود على أيام جديدة في الآخر، نروح لأخبار ثانية. طيب
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن اعتماد الزي المخصص للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات، طبعا يشمل هذا النقل المخصص بالتأجير وأيضا توجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي، ليصبح هذا الزي متطلبا أساسيا لممارسة هذه الأنشطة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة النقل بالحافلات. طبعا هي في تفاصيل كثير، ايش يكون الزي الرسمي مثلا للسيدات، في هو الفكره يكون اللبس مثلا محتشم، يكون اللبس موحد، ما فيش الزام على حسب ما اعرف، ما فيش الزام بموضوع العبايه، العبايه موضوعها اختياري، غطى الراس بيكون نفس الشيء اختياري، لكن الجميل في هذا الموضوع انه في الاخر يقنن انه ما انت لما تتكلم عن تقديم خدمات لوجستيه، الخدمات اللوجستيه لها اشتراطات كثير، من ضمنها انه الواحد لما يشوف الشيء يحس انه لا يعني الموضوع تحت السيطره، ما اعرف كيف اعبرها، بس خليني اقول لك انه لما يكون الشيء عشوائي يكون مؤذي للنظر، فبالتالي تقل الثقه في 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 امر معين، انما لما تحسي انه لا انت مطمنه انه في انظمه، في قوانين، هذه جزء من مجموعه طبعا انظمه وقوانين، خصوصا لما نتكلم على موضوع النقل والحافلات وغيرها، فوجودها بهذه الطريقه، بهذه النظافه، بهذا الترتيب، بالعكس يعني احس انها مطلب اساسي في الاخر. انا لما قرات الخبر يعني شفت في بعض الناس استخفوا بهذا القرار، انه ليه ما له داعي، لا بالعكس هو زياده اهتمام، زياده حرص، انا بالنسبه لي اشوفه، حتى انا اقدر اميز اذا هذا فعلا يشتغل يعني معاهم ومندوب حقيقي او لا. وغير كذا يعني الاشتراطات كانت جدا سهله، هو قميص وبنطال، وحتى يعني مو العبايه مو اجباريه زي الوطني للرجال مش اجباري، فانا اشوف انا معاه جدا ومناسب. خلينا نروح لخبر ثاني، حيث حظى هذا الاقتراح بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، هو اقتراح من الكاتب الصحفي الاستاذ احمد الراجح، واللي قال فيه أنه في ظل ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب، أقترح تغيير سياسة صرف الرواتب لتكون كل أسبوعين لما لها من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ندى، شو رأيك؟ كل أسبوعين ولا كل شهر؟ أنا بالنسبة لي ما فرق معي، لأني أنا أول ما أستلم الراتب يطير على طول ما يجلس، ضيف خفيف مرة. بس أنا في رأيي يعني أنه إذا كانوا يبغون يطبقون هذا الشيء يرجعوا يسألون الموظف إيش هو يناسبه، أسبوعين أو شهر، فعلى حسب الموظف، اذا كان هو يناسب اسبوعين خلوا اسبوعين، اذا شهر شهر، يعني انا ما اشوفها تفرق يعني في النهايه بالنسبه لرايي. على حسب ما اذكر، مره صار حوار بيني وبين واحده من قريباتي كانت تشتغل في امريكا، كانت فعلا الرواتب تنصرف لهم كل اسبوعين. بصراحه تمدح هذا الموضوع كثير، انا يعني تعرف كلنا متعودين او اصلا فتحنا عيوننا على راتب شهري، مش صحيح راتب يكون كل اسبوعين. لا يمنع انه نجرب. انا يعني لو في اقتراح ممكن، يعني لو مثلا اني اخوض التجربه، فاحس انه ليش لا، واعتقد انه ايجابياته فعلا بتكون اكثر. ندى، ممكن انك تنقطعي 30 يوم يتوقف مثلا الراتب، مو زي لما تنقطع اسبوعين وانت عارفه بعد اسبوعين بيكون في راتب، مع انه ترى هي نفس المصاريف نفس الالتزامات. صحيح. ما راح يتغير شيء، لكن اتوقع انه اسبوعين اهون من شهر، لأنه في ناس فعلاً في نص الشهر ممكن تتوهق أو تتورط، فممكن تكون مساعدة للناس اللي مثل كذا. فأنا قلت لك في النهاية أحس لو يرجعون يسألون الموظف عن رأيه، هل يناسبه أسبوع أسبوعين أو شهر، ما يكون يعني يكون اختياري الموضوع، تقصدي أنت تقولي الراتب ضيف خفيف جداً. والله أنا ما أدري ليش أنا الوحيدة اللي شاطرة إيه بسم الله عليك. إيه، وأنا بصراحة شوفي أنا يعني دائماً أقول الواحد لازم يرتب أولوياته، ترتيب الأولويات هو اللي حيسهل عليك كيف تقدري تسيطري على الراتب، رغم أن الالتزامات أحياناً تكون كثير وتطلع لك مفاجآت، لكن أنا بالنسبة لي موضوع الادخار من الأشياء المهمة، وحب دائماً أكون في السيف سايد، فعشان كذا يعني أقفل أشياء أول بأول. وعلى فكرة أنا ما أحب لا القروض لا الفيز، ما أحبها، يعني أحس أنه هذه فعلاً تضيع بركة الراتب. عموما مشاهدينا، خلينا نروح لصورة اختارها لكم فريق برنامج سيدتي، كانت رسمة كاريكاتير للفنان عبد الله الجابر اللي ناقش فيها فكرة التجار اللي يشجعوا على ترك الوظيفة. شوفي أنا تركزي لي كذا، ايش رايك بصراحة في هذا الكاريكاتير؟ هذا الموضوع يعني جدا مهم، وانا كنت يعني من الناس اللي يستفزون لما اشوف مثلا انسان يتكلم عن تجربته الشخصيه ويقول انا بديت من الصفر، بينما هو بدا بالمليون اللي ابوه عطاه. فانت لا تبني يعني
لا تبني ابدا حياتك على حياه الناس، فانت كذا تاثر عليهم. انا اتمنى الناس اللي يسمعون لهم لا يتاثرون ابدا. ترى الوظيفه ممكن تكون انت يعني تستفيد منها، ممكن انت ما خلقت تاجر، انت خلقت صحيح. في الوظيفه انت تقدر هنا مثلا تطور نفسك، تطور امكانياتك اكثر بالوظيفه، انت راح توصل. راح تكون يوم من الايام ممكن تاخذ راتب 30-40 ألف. هل ممكن مستحيل تكون تاجر براتب 30-40 ألف؟ لا بالعكس، ممكن من هذا الراتب تبدا تفتح اشياء ثانيه. فالوظيفه ابدا ما كانت عيب نهائيا. في ناس يصلح لهم وظيفه، في ناس يصلح لهم يكون تاجر. فلا، انت تبني ارائك وافكارك على الناس وتحمسهم على شيء وتشجعهم، في النهايه هم اللي راح يتوهقون. اكيد. شوفي، العمل الحر، التجاره او البزنس الخاص وغيرها، اذا هو ما هو دوام 8 ساعات هو دوام 24 ساعه. وهذا الفرق، هذا اللي ما يقولون للناس بالضبط. هذا اللي خبوه ما يقولوا للناس. صحيح. يعني أنا شخصيا خليني أقول لك على شغلة معينة. أنا من الناس اللي أحب الوظيفة، أقدس الوظيفة، وأصلا وظيفتي بهذه بحد ذاتها أعشق هذا العالم بالنسبة لي، فأنا مستمتعة. فالإنسان يعني لو أنا أبغى أنصح أحد أنه يتوظف وظيفة يحبها، وجود دخل ثابت ترى أمر جدا ممتاز. ما يمنع انه الواحد يتدرج حتى يكون شخص مستقل مع الوقت، انه مع الوظيفه يبدا يعمل البزنس الخاص. بعد ما تحس انه البزنس هذا وقف على رجوله، انت تقدر وقتها توزنها، متى اترك وظيفتي عشان اكمل في هذه الوظيفه، او اني ممكن حتى استغنى عنها. ولكن انا ضد الاستعجال، ما احب الشعارات الرنانه انه اترك وظيفتك. لا بالعكس، وظيفتك يوم تجيك اتمسك فيها. إيه للأسف، يعني أنا قاعدة ألاحظ كثير من التجار أنهم يشجعون الناس لا اتركوا الوظيفة لا. فأنا أرجع وأقول أنه لا تبني حياتك والأشياء اللي أنت مريت فيها وتخلي الناس تتأثر فيك بشكل أو بآخر، خصوصا الناس اللي يتحمسون لما يشوفون هذا نجح، فأنا أكيد بصير زيه. لا، أنت مو نفس حياته أبدا. صح. وعندك التزامات يمكن ما تكون عنده. أتفق معك تماما. خلينا نروح كمان يا ندى لخبر ثاني، ونستعرض معاكم دراسة بريطانية حديثة أظهرت أن الناس تبدأ في مراقبة صحتها بجدية بعد ما يصير عمرها 38 سنة، وغالبا بعد تعرضهم لنوع من أنواع الخوف الصحي. وبالتالي فإن عمر 38 سنة يعد نقطة تحول في صحة الإنسان. ندى، أكيد ودي أسألك، إيش رأيك؟ دخلتي 38 ولا لسه باقي 28؟ بس فعلا أنا ماني مهتمة بالصحة. أوكي. ودائما أقول يعني متى يجي اليوم اللي أنا يعني أهتم بصحتي، بالرياضة، بالمشي. لما أشوف يعني ناس تخطوا مثلا سن 38 أو حتى فوق، ويصير مثلا صحتها النفسية أو الصحية أو الجسدية مش كويسة، أنا هنا أبدأ أتأثر وأتعب، أقول ندم متى تبدين تشتغل على نفسك. وفعلا لاحظت ناس كثير بالسن هذا بدأوا يتغيرون، يهتموا بنفسهم أكثر، لأنهم يخافون من الجلطات، من الأمور هذه الثانية لما تتعدى السن أكبر. والله شوفي، أنا يعني ما أدري أقول ولا ما أقول. أنا من الناس اللي كنت أعاني صحيا كثير. يعني أنا من عمري 20 سنة مثلا أصبت بجلطة على سبيل المثال. فبالتالي سن 38 هذا لسه بدري عليه. بس ما أعرف يعني هل صحيح أنه الواحد فعلا يدير باله على صحته في هذا العمر؟ يعني أنا شخصيا أنا والأمراض خلقنا من رحم واحد زي ما يقولوا، فدائما عندي مراجعات طبية، ودائما عندي تحاليل دورية أسويها كل 3 شهور، كل 6 شهور، حتى أتابع صورة الدم زي ما يقولوا، هو السي بي سي عندي. مهم جدا بصراحة أنه الواحد يهتم بطريقة أكله، بالرياضة وغيرها. للأسف أنا ربما أكون مقصرة وعايشة حياتي بشكل طبيعي، يا ربي لك الحمد، لكن أحاول أنه لسبب ما أدير بالي على الناس اللي حولي. وموضوع الأكل تحديداً، يعني الأكل هذا سبحان الله دائماً يقول لك المعدة بيت الداء وبيت الدواء في نفس الوقت. إذا الواحد كان مثلاً بيخبص في الأكل، كيف راح تتأثر صحته؟ الشرايين، القلب، الضغط، السكر، الكوليسترول الضار النافع، كل هذه الأشياء. موضوع الأكل هو رقم واحد، معناته موضوع المعدة رقم واحد. بالإضافة أنه أشعر لازم الإنسان دائماً يكون عنده مثلاً طبيب أسرة أو طبيب عام، يرتاح لهذا الطبيب ويعمل تحاليل دورية، يتابع أكيد. مثلا مستوى الفيتامينات، يراجع كل الوظائف اللي موجودة، لأنه ما تعرفي متى سبحان الله يصير لك هذا الدروب. يعني لو أحكي لك أن الجلطة كيف صارت معايا، ترى أنا دخلت اختبار خرجت مجلوطة عرفتي فجأة يعني، وفي عمر صغير. يعني حتى كنت أستغرب أنه ليش أنا في هذا العمر ممكن مثلا أصاب بجلطات في عمر صغير. أنا مرة استغربت لما قلت
بس احنا للاسف ما نستوعب خطوره الاشياء الا لما تصيب شخص اخر، نبدا هنا نتاثر نقول لا انا هنا لازم استوعب. لا انت ابدا من الان، يعني المشكله لازم اعلم نفسي يا رؤى اني لازم اهتم بصحتي اكثر. الاكل والرياضه هي اكثر لازم. شوفي وشرب المويه، ترى كثير يقول لك يعني يستهين بموضوع شرب المويه، لكن فعليا ترى شرب المويه يعني تفرق كثير، يعني حتى في تنظيف الدم، في تنظيف الجهاز الهضمي، في كيف انها تخلي الخلايا اصلا دائما تكون رويانه ورطبه على البشره على الشعر على 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 هذه الاشياء. واحنا ننسى نشرب مويه اصلا. اكيد صحيح مثل ما قلتي رؤى. والحين وش وصلنا له؟ فاصل. ختام جولتنا الإخبارية اليوم. بعد الفاصل تغيير اللوك بعد خسارة الوزن، وهل الناس تنحت عشان تلبس؟ هل فكرتوا مشاهدينا يوم من الأيام بعد الرجيم وخسارة الوزن إيش الملابس المناسبة لكم وكيف ممكن تغطون هذه العيوب؟ خلونا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، وينضم لنا في الاستوديو الدكتور محمد الغندور، طبيب وخبير بالتغذية ومهتم بالجمال والموضة أيضا. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير رؤى وندى، ومساء الخير على كل المتابعين سيدتي. أهلا وسهلا. أنا متحمس اليوم والله. أنا اللي متحمس والله مستعد وجايب لوك وحركة. كيف بالله تكسيده كده؟ قاعد تنافسنا ولا شو؟ لا لا ما حد ينافسني ما شاء الله تبارك الله، لكن اليوم راح نصدم المشاهدين باشياء حلوه وفي اشياء ايجابيه زي ما تعودنا دائما دائما ترند ما شاء الله تبارك الله. لكن اليوم نتكلم اغلب الناس اللي تبغى تنحف عشان تلبس. صحيح. فانا بجيب لهم الحل كيف يلبسوا وكيف يغطوا عيوبهم. ما له شرط انه الشخص من غير ما ينحفوا؟ من غير ما ينحفوا مبدئيا. طيب. لين ما نمسك الخط الاول، لانه بمجرد ما تغيرت نفسيتك وصرتي تعرفي تلبسي الرجيم بيمشي زي الخيل معك ما شاء الله تبارك الله. لكن بمجرد ما تروحي للمرايه كل يوم نفس الشكل أو برجر قدامك وبروستد قدامك وجريش قدامك وقرصان قدامك تقول لا أبغى أغير من اللوك حقك، علشان لما تبدأ تغير من نفسيتك كل شيء بيصير عندك حلو، حتى هرمون التوتر هرمون الكورتيزول اللي بيطلع ما راح يطلع. فاليوم اللي شخصية أو السيدة بالذات والرجال كمان بتكلم اللي فيها عنده عيوب تبغى تخفيها تابع الحلقة اليوم إن شاء الله. طيب دكتور محمد، طبعا أنا بعترف لك باعتراف، أنا من الناس اللي خسرت 30 كيلو عشان أنا أبي ألبس. أيوة ممكن. فعليا أكثر من الصحة أبي ألبس ما شاء الله، أبي أتهنى بالملابس. لكن السؤال المهم هو، أنت يعني ما شاء الله خبير في التغذية، ليش اليوم تبي تتكلم عن الأزياء والملابس؟ أنت قلتي الحل، أنت قلتي أنا أبغى أنحف علشان ألبس. ناس كثيرة، خلينا نتكلم خطوتين، في ناس تبغى تنحف علشان تلبس وفي ناس تبغى تنحف علشان تتعالج. الناس اللي تبغى تنحف علشان تتعالج هذا يعمل الدايت 100% مع بالحذافيره، لانه خايف من ادويه الضغط وادويه السكر وادويه القلب، فتلاقيه منضبط بالدقيقه، يتصل علي في العياده الدكتور انا ممكن اكل تفاحه وصلت معي، يتصل يقول اكل تفاحه ولا ما اكل تفاحه، لانه ما يبغى يوصل لمرحله الادويه. لكن الناس اللي تبغى تنحف الشيطان يوزوزهم نصين كذا ونصين كذا، فيقول لك يا شيخ انا كذا حلو ما حد شايفني، وخصوصا احنا في الشتاء الحين الناس تلبس ملابس شتويه ما تبين. لكن مهم جدا بالنسبه لي علشان تبغى تنحف انا بجيب لك الحلول، لانه 90% من الاشخاص الغير مرضى يبغوا ينحفوا علشان يلبسوا، وهنا راح نتكلم اليوم على الموضوع هذا كذا. على فكره انا اليوم لابس عشان ناحف عشان البس مش ناحف عشان تلبس. فانت قلت بما اني ناحف انا جاي على بالي البس هذه القطعه لان تبين شكلي حلو مرتب وبهندام. طبعا صحيح طبعا، لانه كل ما تغير اللوك عندك كل ما طلعتي احلى واحلى واحلى والنفسيه تتغير. صح، بس انت عموما دائما شيك يعني يا دكتور. صحيح. شكرا. طيب شكرا لهذه السيدات، شكرا جزيلا سيدتي. شكرا دكتور. خلينا نتكلم على مستوى العبايات، لاني شايفه ما شاء الله جايب معك عبايات، وبنعرف ان العبايات كثير من السيدات يعني اللي يحبوا يلبسوها، ولكن تحتار السيدة اللي يكون جسمها مثلا في شوية وزن زايد، إيش العباية المناسبة وكيف طريقة اختيار العبايات الصحيحة بحيث إنها ممكن تخفي بعض عيوب الجسم؟ السؤال رائع جدا. الله يعطيك الصحة والعافية، ممتاز جدا. طبعا من أكثر الأشياء اللي تندفع فيها فلوس على مستوى الوطن العربي العباية. حلو. مليارات الفلوس علشان العبايات، فبالتالي العباية عنصر أساسي في كل الوطن العربي، بدأت تنتشر من السعودية للخليج للوطن العربي كله ما شاء الله تبارك الله. كوني كطبيب وش دخلني في هذا الموضوع؟ علشان اللبس مهم جدا بالنسبة لي. في ناس ما انتظرها توصل للوزن اللي تبغى تنحفه 30 كيلو علشان تلبس، انا ابغاها من اول تبغى تخفي عيوبها على طول. على سبيل المثال مثلا خلينا نتكلم على كل عبايه. تمام. هذه العبايه لو نظرتيها هي عبايه سمبل بسيطه، لكن مهمه جدا جدا للشخص اللي وزنه سمين مش نحيف. ليش؟ لانه هنا شوفي الزنود هنا فاضيه، ما فيها حركات، ما فيها اشياء كثيره، وما فيها الا خط واحد كذا، علشان ما يخليك يوسع عليك الزنود وتبين ان ذراعاتك كبيره، فبالتالي هذه اول خطوه للبنات او السيدات اللي عندهم زنود يلبسوا العبايه اللي فيها خط واحد من فوق، ما يلبسوا اي شيء مزخرف، واحد.
اثنين، الشخص السمين او السيده السمينه لابد ان تلبس عبايه في اليد فيها زي البرواز. تمام. ممتاز جدا، راح يعطي اناقه لليد. بعض الاحيان سمنه، بعض الاحيان الجسم تدري المراه في بعضها منها كمثره، تفاحه، ساعه رمليه وكذا وكذا، بالتالي هذا ممتاز جدا علشان يبين انك انت نحيفه. الشيء الثالث هي سمبل والعبايه طايحه، رائعه جدا جدا. هذه للشخصيه او السيده اللي عندها زنود. العبايه الثانيه هذه ممتازه جدا لاي شخص سمين، بمعنى احنا عارفين انه اي خطوط اقدر اقوم او لا طوليه عادي تسمحوا لي اوكي ممتاز طيب الخطوط الطوليه اي خطوط طوليه بالنسبه للمراه السمينه او الرجل السمين ممتازه رائعه. في اغلاط شائعه دائما المراه السمينه او الرجل السمين يلبسوا خطوط بالعرض وهذا يعرضهم بزياده، لكن الخطوط الطوليه ممتازه جدا تعطي انه انحف من كذا. شيء ثاني زي ما قلنا البرواز هذا مهم جدا، يعطي اناقه لليد فبالتالي ما راح تبين يدك سمينه. شيء ثالث شوفي سمبل ما في حركات كثيره بس هي مجرد خطوط بالنص راح تكون امورنا جدا رائعه. هنا العبايه شوفي كيف طايحه وهاديه، ما نبغى نلبس عبايه سميكه. في بعض السيدات تلبس عبايه سميكه ليه؟ على اساس انها هي تخفي العيوب، لا بالعكس هي راح تعطيك زياده في الحجم 3 الى 4 سنتي. معانا موديل موضي الله يعطيها الصحه والعافيه راح نتكلم مع بعض. طيب بس تفضل يا دكتور عشان كمان الموديل ممكن انها تدخل. يعطيك العافية، يعني هي تفاصيل بسيطة لكن تدي فرق كبير. طيب إذا الموديل جاهزة ممكن تدخل الموديل حتى كمان نشرح على عبايتها. طيب هنا بنشوف كمان الموديل نفس الشيء لابسة عباية، بس اشرح لي هنا دكتور ايش اللي يعني يميز هذه العباية ومين اللي ممكن يلبسها؟ طيب يعطيك العافية، أول شيء شكرا موضي. الشيء الثاني بالنسبة لي هنا هذه العباية ما تناسب موضي. ليش؟ هذه من الأخطاء الشائعة جدا. أول شيء هي نحيفة. تمام. فما ينفع تلبس له الوان ساده او لون اسود، الاسود راح ينحف بزياده، فهذا الاسود هو ملك الالوان بالنسبه للشخص السمين. لكن النحيفه تلبس اسود وهي لابسه كمان من داخل اسود كله اسود، فبالتالي نحفها بزياده، هذا واحد. اثنين هنا شوفي هنا اعطاها عمر اكبر من عمرها، يعني لو تشوف العمر اللي هي في العشرينات اعطاها عمر 40 مستايلها. شيء ثالث الزخرفه الكثيره هذه راح تعطي انزعاج بالنسبه للشخص اللي قدامنا، فبالتالي لو نغير هذا النموذج وما نلبس هذا النموذج ونشوف النموذج الثاني عشان نقارن فيها. طيب اذا موضي حتغير العبايه. إيه. طيب وهنا لو طلعنا العبايه هنا العبايه ناعمه. تمام. نحيف ما ينفع تلبس كمان عباية ناعمه. أي. او اللي هو الملمسها الناعم، كل ما كانت في خشونه او كان نوع القماش اسمك كل ما اعطاها مساحه اكبر. حلو. لانه بقول شيء ترى النحيف علشان يسمن اصعب من السمين علشان ينحف. ايوه كنا نتناقش في هذا الموضوع قبل شوي. والله نفس الموضوع. أي. متعب، فبالتالي النحيف بتقول الله ما شاء الله هب عليك وانت نحيف وما ادري، ترى تلاقي صعوبه في انها تلبس، وكل ما تلبس كمان تلبس شيء ينحفها اكثر بزياده، وهذه اخطاء شائعه جدا. لابد انه النحيف يلبس اشياء فاتحه، كل ما كانت الاشياء فاتحه كل ما اعطت مساحه اكبر. السمين يلبس اشياء غامقه علشان تنحفوا اكثر واكثر. في اشياء بسيطه الحين لما تيجي موضي بوريكم اياها، اشياء بسيطه تركات معينه راح تنحفك كانك نحفه 3 إلى 4 كيلو، هذا ممتاز. طيب هذه القطعه الثانيه تفضل يا موضي. انتوا ابغاكم تحكموا عليها ندى ورؤى. احس انه احلى. يا سلام. وفيمينين اكثر ومديها عمر اصغر وشيك. يا سلام عليك. ايش رايك ندى؟ انا بعد اشوف نفس الشيء، حتى اعطاها يعني كذا نور بهجه. ايوه حسيت يعني حسيت انه دخلت في بهجه وكذا الامور كلها زي كذا، فبالتالي شوف اختلفت نفس المقاس ونفس كل شيء لكن الشكل اختلف. اول شيء اللون ابيض، لان النحيفه لبست لون ابيض عشان يسمنها شويه علشان تعطيها امتلاء في الجسم. شيء ثاني اعطاها سماكه، السماكه هذه تعطيها كمان زياده في الوزن. شيء ثالث النوعيه حتى نلاحظ الخطوط عرضيه. يا سلام عليك. أيوة. احسنتي، فبالتالي اعطتها حجم زياده 2 إلى 3 كيلو واعطاها ثقة بالنفس. صح موضي؟ مبسوطة يا موضي؟ شكرا لك يا موضي. شكرا لك. الموضي الثاني كمان موضي. طيب انا بتكلم على الشخص القصير. انت ليه جاي على الوتر الحساس يعني؟ لا مو قصيرة، لا ما شاء الله اذا انت قصيرة اصلا الكنترول كله بيقول لي قصير يعني. انت كم تقولي؟ 154 عندك قصيرة يعني بالكعب انا وياك. لا لا ما شاء الله عليك، لا بس انت من الناس اللي تعرف تلبس. شوف ما شاء الله انا اقول لك على شغلة، انا مبسوطة على طولي قد ما اكبر زي ما يقولوا عمري في بطني يعني. بيبي فيس ما شاء الله ما شاء الله يعني بنتي اكبر مني لا قوه الا بالله. لا بس ما شاء الله تعرف تلبسي. اول شيء انت لابسه اسود. أيه. فالاسود مطولك يعني، انا ما تخيلت انك 154 شيء. أيه. شيء ثاني حتى التقليمه السوداء اللي هنا اعطتك، فانت ذكيه. هذا ذكاء بالفطره. شكرا يا دكتور. هذا ذكاء يعني. طيب بس يعني دكتور انت صدمتني بموضوع انه الاسود ينحف زياده، لان الحين مره نحفت وانا احب الاسود. أيه. ما اقدر ابطل اني البس اسود صراحه. اسود ملك الالوان. ما ينفع انت لابسه اسود وانا لابس اسود، فكل لابس اسود ما في. صحيح. الطلعات الفخمه لابسه لابد تكون اسود. فالاسود ينحف، لكن مش شرط انك انت نحيفه محروم عليك انك لون اسود. لكن لابد انك انت مثلا انت ما شاء الله تبارك الله حاطه عقد، فكسرت الاسود بعقد فرايحي كده واعطيتيه انطباع، تسريحه شعرك اعطيتيها وسع،
فبالتالي بينت انك انت مش نحيف، بينت انك انت ما شاء الله وزنك ممتاز وزنك مثالي. فبالعكس الاسود مش حكر على السمان، لكن انا ابغى دائما نحيف يفرفح. صحيح. أيوة. اصلا السمين عشان يبغى ينحف، عشان اول هدف بالنسبه له كتاب المغامره ابغى البس ابيض. والله فعلا. واسود اسود، انا بادئ كتاب المغامره 6 صفحات لونها اسود، ويقلب اسود اسود، يقول انا طفشت حتى في الكتاب لونه اسود. صار مشكله بس. طيب شوفي هنا. ايوه يلا شوف هنا هذه ديتيلز مهمه جدا رائعه. اول شيء موضه الله يعطيها العافيه مش طويله. واغلب السيدات في نفس طول الموضي. هنا بالنسبه للبرواز اللي تحت يعطي طول. فالمراه لو كانت قصيره ما تخاف تختار العبايه لما يكون فيها برواز من تحت فيعطيها طول اطول، هذا واحد. الشيء الثاني العبايه كمان صارت واسعه شوي. الشيء الثالث صار فيها خطوط كمان طوليه. وصار فيها موديل وحركه، فبالتالي انت لو شفتي مثلا موضي بدون كعب او بدون البرواز هذا زي ما شفناها اول مره، الاول مره كانت اكثر من كذا. فالبرواز اللي هنا بتكلم عليه مهم يعطي ايحاء بالطول جدا. والشيء الثاني اللون هنا مختلف. ما كانت صارت كلها لونها اسود، صار في لون ازرق ثاني فاعطاها شكل مختلف ثاني. والله التفاصيل يعني جميله وفعلا تعمل فرق. شكرا موضي. شكرا موضي، يعطيك العافيه. طبعا طبعا تعمل فرق. انا ودي اسالك، كنت تقول قبل شوي وقلتها على السريع دكتور محمد، انه الواحد كل ما كانت نفسيته كويسه احنا ليش نقول ليش لازم نعرف نلبس الين لما يوصل وزن للوزن المناسب؟ ذكرت انه ما يتم افراز هرمون الكورتيزول. ايوه طيب كلمنا عن هذه الفتره تحديدا، ايش كيف ممكن ياثر علينا؟ انا لما الوالد توفى الله يرحمه سمنت الله، وطبيعي الواحد انه يدخل في مرحله اكتئاب. وهذا صحيح. يعني انا كنت اول خبير، الحين خبير وشخص سمين كنت سابق يعني. فهمت علي؟ فانا حسيت بكل احساس، بكيت بكيت، كنت اجلس على المرايه ما ابغى اشوف نفسي في المرايه، اروح النادي 5 دقائق اروح. مش انا إيه طبعا الحاله النفسيه اللي ضغط شخص يدخل فيها هذه مشكله كبيره. فقلت لابد اني ابدا اطبق العادات اللي انا كنت اسوي فيها. لان اذا استمريت في التوتر بنصير نفس الحركه المفرغه، هرمون الكورتيزول هذا الهرمون لما اي شخص يكون مكتئب او اي شخص يروح الرياضه وهو معصب بنفرز عندنا هرمون الكورتيزول. هذا الهرمون هرمون التوتر، هذا مسؤول خصيصا ينشن على محيط القصر. ايوه فيطلع لك الدهون العنيده على محيط القصر. فبالتالي مهما عملتي من تطبيقات نظام غذائي صح الا انك ما زال عندك هرمون التوتر لسه شغال عالي، فبالتالي عندك زياده في الوزن. اللي انا اقوله دائما انت كانثى، انت كسيد، كلكم جميلين ما شاء الله تبارك الله. وهذه نصيحه، ما حد يقول للسمين انحف، وما حد يقول للنحيف اسما، لانه هو عارف وما وصل لهذه المواصيل اللي هو عارف. جبر الخواطر مهمه جدا رجاء، مش محتاج اي نصيحه. يعني انا الحين ماني شايف نفسي في المرايه نحيف ولا سمين؟ هل كلمتك اللي انت بتقول لي اياها على السريع وانت تنمر عليا هل هي بتحسنني؟ لا بالعكس، بتخليني اكل زياده واثنين وثلاثه واربعه. ما تنتظر الى ان تنحف عشان تلبس. واحد، البس من اول يوم دي 1، البس، غير قصه شعرك، غيري قصه شعرك، استشوري، لوني لون شعرك علشان تحسي النفسيه الجديده. كل ما كانت النفسيه جديده كل ما انت تحسنتي اكثر واكثر. 2، الميزان، دائما اقول انا ضد الميزان، لا تتبع الميزان، المقاسات صح كسرنا كثير على الهواء ذاك اليوم، كسرنا كثير الميزان. هذا صح، نعتمد على البادي، نعتمد على المقاسات، نعمل على الشكل. 3، اذا كانت المرايه هي تضرك كسرها، هذا شيء جديد. حلو. اذا كان الوقت هو يضرك كسر الساعه. على مهلك، على نار هاديه علشان توصل. انت لو نحفت كيلو بالشهر في اخر السنه انت نحفان 12 كيلو، هذا رجيم سريع. واو. صح ولا لا؟ احسن ما كيلو تسمن 3 كيلو في الشهر، على اخر السنه بتزيد 36 كيلو. الكيلو في الشهر هذا لو تضحك تنحف الكيلو في الشهر. قديش النفسيه تفرق على الصحيح على الوزن. الشيء الثاني الازياء، انا طبعا مع كثير مع الفنانات والفنانين وكيف يلبسوا. اللعب في قدام الكاميرا هذا خطير يا جماعه، والله العظيم شيء خطير. يعني انتم كونك تلبسي ندى هذا اللبس ورؤيه تلبس هذا اللبس، انت عارفه كيف مع الخبره ما شاء الله كيف تحاكي الكاميرا. في اشياء كثيره ما تقدري، البهرجه الزايده في الكاميرا ما تقدري عليها حتى لو كانت بهرجه حلوه برا. في الوان تحبها الكاميرا وفي الوان ما تحبها الكاميرا. صحيح. وفي اشخاص تحبهم الكاميرا سبحان الله، في اشخاص ما تحبهم، ما له علاقه. في بعض الاحيان يكونوا جميلين خارج الكاميرا، مجرد ما يكونوا قدام تيست الكاميرا ما يكونوا ما تحب الكاميرا. صحيح. فبالتالي لما نروح لقاء او نروح مناسبات رسميه لابد انه يكون لبسنا رسمي مع اللي يتماشى مع وشه، مع وزننا، مع اللي يتماشى مع خصرنا، مع اللي يتماشى مع اشكالنا. الشيء المهم بالنسبه لي قاعده ذهبيه، المكان اللي عندك عيب فيه سوديه. اسوده. سودي. أوكي. عندك اردافك مش حلوه سودي. اوكي. عندك زنودك مش حلوه سودي، والمكان الحلو فتحيه. حلو. يعني انا عندي مثلا جسم الكمثره الارداف عريضه واللي من فوق ممتاز. أوكي. بالتالي البس اسود من تحت والمرأة تلبس من فوق مفتح الفاتح لأنه جمالها فوق حلو. أيوة. الألوان فاتحة تعطي الجسم حلو. اللون الأسود
يعطي كتمان فما راح يبين، ما يبين التفاصيل، ما يبين. صحيح يعني هذا المعلومة جدا مهمة صراحة. طيب هل تنصح ببدلة الساونا أو سترة التعرق؟ الله جاي على الصميم هذه. طيب صلى على رسول الله. أنا جربتها بنفسي وعشان أنا قلت لكم خبرة صرت فيها غير الكتب خبرة ولساني. جربت إني ألبس ساونا وجربت إني ما ألبس ساونا، ووجد إن فرق السعرات الحرارية بين هنا وبين هنا ما في فرق إلا 30 سعرة حرارية. فمو مستاهلة إني ألبس بدلة ساونا علشان أنحف، مع إنه كثيرين من الناس راح يهاجموني يقول لا الساونا لا، الله يقويك ويعطيك صحة العافية، لكن بقول لك أضرار الحين. أيوه. الشيء الثاني مش معناته إني أنا ما أعرق أنا ما أحرق. مرة ثانية قاعدة، مش معناته أنا ما أعرق أنا ما أحرق. وأكبر دليل السباحين، هل السباح يعرق؟ ما يعرق. لا طبعاً ما يمدي. وأكثر تمارين رياضية تحرق سعرات حرارية وش هي؟ السباحة. إذن هذا وش يعطينا استنباط؟ يعطيني استنباط بس هو وسط الموية شلون بعرق؟ لا سلام عليك. إيه؟ إذن العرق وش معناته؟ تبريد للجسم. فأنا وسط الموية مبرد فما عرقت لكن حرقت. لكن لما أنا ألعب في الشمس ولا ألعب في تريدميل ولا أنا أعرق، لأنه أنا الجسم عندي صار سخونة زي لما تيجي الحرارة، لما تيجي الحرارة نمرض مش نعرق؟ صحيح. ليش معناته هذا نحرق سعرات حرارية نفرح؟ لا، هذا الجسم قاعد عشان ما تصير علينا حرارة عالية، عشان الدماغ ما يتأثر ما يصير عندنا شلل، فيصير عندنا الجسم يبدأ يبرد. كيف يبرد؟ عن طريق إفراز الموية. يلا مع السلامة مع السلامة، اطلع عرق عرق عرق. فهذا عشان أمل لكل الأشخاص اللي يجوني في العيادة عندي في النخبة، دكتور أنا ما أعرق يعني أنا معناته ما أحرق؟ لا أبدا، ما له أي علاقة. فالساونا تعمل كأنك تاخذي ضربة شمس. صدمة ثانية. عارف لما تعمل ضربة شمس وما تشرب موية كثير، الساونا تعمل نفس الفكرة. تعمل لك مع الاستمرار عليها غثيان، صداع، هبوط في الضغط، دوخة، إغماء لا قدر الله مع الاستمرار الوفير. فبالتالي إذا بتعمل الساونا اشرب موية صح واعمل دايت صح. صح. ما تتزم لي في ساونا وتقول ابغى انحف وانت ما انت عامل دايت، لانه الدايت اهم من الساونا. هذا مهم. اتفق معك دكتور. يعني نبغى نتكلم على خساره الوزن انها تنفع لناس وناس لا. على سبيل المثال نشوف ناس بعد ما نحفوا ما صاروا حلوين او ما ناسبهم النحف. برايك ليش النحف ممكن يكون مناسب لاشخاص واشخاص لا؟ انا هنا ما اتكلم عن السمنه المفرطه، انا اتكلم عن زياده نقصان الوزن الزايد. حلو. اول شيء بعض الاحيان الرجيمات السريعه تعطي ترهلات، تعطي تساقط شعر، تعطي شعور في الوجه، وهذه كمان الاعراض اللي الناس تاخذ الابر صدمه جديده. اوكي. فبالتالي انت نحف سريع ما شاء الله وصلت للوزن اللي تبغيه، لكن انت نفسيتك محبطه وشكلك هزيله. ايوه. وكمان الناس اللي عندها عمليه تكميم، تمام، كمان الناس اللي ما تعمل رياضه بعد عمليه تكميم للاسف يصير هذا معها. معناها توصل الوزن مثالي 50 على الميزان لكن شكلي صار عمري 50 مش كذا. الناس اللي تنبسط وتكون عليها شكل حلو هي ناس رايقه. أنا هو بحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول. أيوه. هي ناس هادية، 3 كيلو 2 كيلو في الأسبوع، 4 كيلو في الشهر، 5 كيلو في الشهر، هذا نزول ممتاز، سلطات ممتازة، موية ممتازة، رياضة ممتازة. أنا أنوه هنا جدا على الرياضة. صح إن الرياضة ما تحرق كثير لكن تشد الجسم بشكل ممتاز وتعطي سعادة. صحيح. وبعدين ما تعرف، ممكن ما تعرف تلبس كمان، ما تعرف. ايوه لازم تتعلم كيف تلبس. هذا مهمه جدا. انا انقهر من الاشخاص اللي ينحف ما يعرف يلبس، والله يعني احزن عليه. تنحف وتلبس وسيع. ايوه. طيب هذه نصيحه لكل السيدات في البيت، ما تظلكم لابسين دشاشيش في البيت. دشاشه ما تعطيك انك انت سمنتي ولا ما سمنتي. طيب دكتور في شيء مهم جدا اللي هو مشدات الجسم. ايوه. يعني هذه كيف ممكن تاثر على الملابس؟ يعني انا في بعض الملابس ممكن لازم البس مشد، بعضها لا، وهل اخذ يعني اصغر من مقاسي او مثلا كيف يعني المقاسم اللي انا اعرف يناسبني او لا؟ شوفي المشد نعمه من نعم رب العالمين. أيوة على كل الاشخاص، حتى الرجال صاروا بعض الاحيان يلبسوا المشد لانه صار يخفي عيوب. اول شيء لابد المشد يكون متكامل، ما يكون لجزء وجزء معين. القاعده اللي بقول لك عليها انه هم سوقوا للمشدات للاسف ان هي بتحرق سعرات حراريه او بتخلي الدهون تختفي، وهذا غير صحيح. انا لما اضغط على الدهون مش معناته بحرق سعرات حراريه، انا لما اضغط على الدهون بخليها بدل ما تكون عند السره تطلع لفوق. معلش مرة ثانية ما حد يزعل مني. المشدات لحالها هي ما اخترعت فقط عشان انت نايمة انك انت تهرق سعرات حرارية، لا ابدا، هي ما تشتغل بدالك. انت روحي الله يرضى عليك، في شيء اسمه غزالة طائرة، الغزالة اسمها الطائرة مو الغزالة النائمة، عشان تطيروها. هذا واحد. التريدميل ما خلوه علشان تعلقوا عليه ملابس، اخترعوه علشان تمشوا عليه. المشد اخترعوه وسيلة مؤقتة لفسحة حلوة عشان تقهري صديقتك. واحد. حلو. صح ولا لا؟ اثنين عشان يخفي بعض التفاصيل حتى الرجل يعمل زي كذا. فبالتالي هي عبارة وصلة كبري. فبالتالي لا تفرح فيه طول اليوم لأنه راح يشوه الخلايا الدهنية عندك في الجسم وراح يرفع الدهون عندك، بدل ما كانت هنا صارت تروح مكان ثاني. فبالتالي لابد. الشيء الثاني لابد، خطأ دائما يأخذوا مشدات أصغر منهم على أساس أنه يحبوا أكثر. لا،
لابد ان ناخذ مقاسنا بالضبط زي ما احنا علشان ما ناثر على الاعضاء الداخليه. صحيح. انا مبسوط قهرت هند وقهرت الجوهره وقهرت فاطمه، لكن قهرت معدتي وقهرت بنكرياسي وقهرت اعضائي، لاني لما ضغطت عليهم وش صار؟ المعده صارت كذا لحقوني. فبالتالي انا قهرت هناك وقهرت جوا، فبالتالي المشدات حلوه لكن مش الاستمرار، الدايت الصح، الرياضه الصح، المشروبات الحارقه الصح، رجيم الغندور الصح، تعالوا لي صح. دكتور يعني خلينا نكسب تواجدك اليوم معنا واعطينا رجيم منزلني 3 كيلو في اسبوع. الله هذا دائما ترند في التيك توك. يلا صلي على رسول الله. واحد راح اعمل رجيم اسمه المناسبات خصيصا لكم، هذا المناسبات واحده عندها مناسبه تبغى رجيم، هذا ما ينفع نطول عليه اكثر من 5 إلى 7 أيام فقط. ما ينفع تحبوا تنبسطوا فيه، اللي هو رجيم التمر واللبن. أوكي. لكن بنعمل فيه موديفيكيشن، بنعمل فيه عليه تعديل علشان تناسب اشخاص واشخاص معينه. اول شيء هذا الاشخاص السليمه، اي الاشخاص اللي عندها مناسبه او اسميه رجيم المناسبات او رجيم الطوارئ. نوعين من النموذج، التمر واللبن الاول والتمر الثاني مع رجيم الغندور. التمر الاول، التمر واللبن الاول هذا ممتاز جدا. مهم جدا محيط الغسل، حتى لو ما نقصت على الميزان محيط الغسل راح ينزل معاكي وتلبسي الشيء على الطريقه المناسبه اللي عندك، وهذا حق مشروع. الفطور وجبه خفيفه، غدا وجبه خفيفه، عشاء. عندي في اليوم 21 تمره، ال 21 تمره بنوزعها مع بعض. الناس تقول طب 21 تمره بتعلي عندي السكر؟ ما راح تعلي عندك سكر لانه ما في الا التمر هذا اللي انت قاعد تاخذه، انت بتعلي السكر مع البيتزا والرز والخبز والمكرونه وهذا كله، لكن هذا فتره مؤقته عشان التساؤلات اللي تجيني دائما. فبالتالي الفطور 5 حبات تمر زائد كاسه لبن او زبادي، قليل الدسم او كامل الدسم ما عندي مشكله. تمام. الغداء راح يكون 5 حبات تمر زائد زبادي او لبن. والعشاء راح يكون 5 حبات تمر زائد لبن او زبادي. الوجبات الخفيفة 3 حبات تمر بدون لا لبن ولا زبادي، والوجبة الخفيفة الثانية 3 حبات تمر بدون لا لبن ولا زبادي. إذا ما أنتم حابين وجبات خفيفة وخايفين من التمر احذفوا الوجبات الخفيفة، فبالتالي يصير عندنا 15 حبة تمر زائد 3 لبن أو زبادي. حلو. وإذا تحبوا التمر 21 حبة تمر زائد 3 حبات زبادي أو لبن. بعطيكي حلو، حل ممتاز جدا. أي. الناس تحب التمر مع الزبادي، التمر ممتاز جدا للتشنجات العضلية. تمام. فرائع جدا. جيب التمرة وقسميها وحطيها جوا الزبادي مقسمة. حامض وحلو والله العظيم رائع. وبعمل لكم سلطة حلوة، سلطة الغندور، خس وخيار وتمر، والله رائع جدا. أنا مشيت عليها ونحفت والله رهيبة. ما شاء الله. حامض وحلو. طيب نروح للنموذج الثاني اللي هو رجيم الغندور مع رجيم التمر واللبن. في ناس يقول لك أنا تمر ولبن طول اليوم صعب يا دكتور. أي. الفطور لبن زائد 3 كاسات لبن زائد 3 حبات تمر. حلو. الغداء راح يكون عبارة عن طبق دائري. تمام. او طبق الغندور، نص الطبق راح نحطه سلطه والربع الثاني كربوهيدرات زي الرز، مكرونه بحجم فنجان شاي مقلوب. تمام. او 10 كاسات. اوكي. والربع الثاني بروتين بحجم كف اليد. سمك، ستيك، دجاج، هذا ممتاز. طبعا دائما نقول اللحوم الحمراء اعلى من السعرات الحراريه من اللحوم البيضاء. ناس تبغى تنحف. فبالتالي اذا الغداء راح يكون طبق الغندور دائري 3 أقسام، نص طبق سلطه، ربع كربوهيدرات، ربع بروتين. العشاء راح يكون 3 حبات تمر زائد زبادي او لبن. هذا ممتاز جدا جدا لمده 5 أيام للاصحاء اللي عندهم مناسبه، ما ينفع اكثر من اسبوع، ممتاز جدا مع الاكثار من المويه، مع عدم الاجهاد في الرياضه لانه هذا ممكن يعمل هبوط السكر لا سمح الله لا قدر الله، فبالتالي راح يعطي نتائج. بس في نقطه مهمه كمان دكتور لازم نركز عليها لما نتكلم على مقياس الرز، طبعا بعد الغسل مش قبل الغسل. يا سلام طبعا. لانه راح لا بعد الغسل دكتور مش بالضبط. اكيد عزنتي. نشكر تواجدك اليوم معنا يا دكتور. ودك تقول شيء؟ اي والله. طب يلا تفضل. اكيد. لاقول شيء. الواحد من مجرد ما ينحف راح تتغير حياته تماما. اكيد. الواحد ما يكون اسير احلامه، اذا اردت ان تحقق حلمك لابد ان تستيقظ. صحيح. بلا كيف. زي ما كنا بنقول الغزاله الايه؟ الطائره. الطائره مش الغزاله النائمه. شكرا رؤى، انا بكون دائما مستمتع بكون معاكم، الله يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا ندى، الله يعطيكم الصحه والعافيه. واللي ما كتب التمر واللبن راح يكون موجود على سنابي ان شاء الله عشان يلحقوا، موجود على سناب شات. يعني صحيح موجود على سناب الدكتور، كي كان موجود في حساب سيدتي يا جماعه. ابشروا بدات المنافسه. شكرا. والله شكله حلو هنا طالع. طيب اوكي. شكرا يا دكتور نورتنا، حياك الله. اهلا وسهلا. مشاهدينا بعد الفاصل، ما هو الحمل عالي الخطوره وما هي ابرز اسبابه وطرق علاجه؟ رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة حنتكلم عن فترة الحمل اللي تعتبر جدا مهمة وحساسة للأم والجنين، وفي هذه الفترة يجب أن تكون الأم على دراية بطرق الرعاية الصحيحة وأيضا السليمة أثناء فترة الحمل حتى تتجنب الحمل عالي الخطورة. اليوم راح نتعرف على مسببات الخطورة العالية في الحمل وأيضا
طرق علاجه. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر ينضم لنا في الاستديو الدكتور هيثم الصم، استشاري طب الأجنة والأمومة الحرجة والحمل العالي الخطورة. أهلا وسهلا فيك يا دكتور، نورتنا. مرحبا دكتور. خلينا في البداية نتكلم أو نعرف المشاهدين إيش نقصد حمل عالي الخطورة. بداية أشكر القناة وأشكر البرنامج على الاستضافة. خلينا نتفق في البداية أنه الحمل هو يعتبر حالة طبيعية وليس حالة مرضية. تمام. يعني بحكم التغيرات الجسدية اللي تصير والفسيولوجية الوظائف عند الأم والتغيرات النفسية، يعني بتصبح حالة خاصة شوي. تمام. الآن لما تحمل السيدة وعندها مرض مزمن في القلب، في الكلى، في عندها أورام أو حتى أمراض تكون مناعية. بالضبط، أمراض مناعية أو حتى تكون مصابة حتى بالسكر أو بالضغط، يعني يتحول الحالة الخاصة هذه تتحول من حالة طبيعية إلى ربما حالة مرضية، بحكم أنه الحمل ممكن يأثر على المرض أو المرض نفسه يأثر على الحمل، سواء في أي فترة، فترة الحمل أو الولادة أو حتى ما بعد الولادة. طيب الحمل العالي الخطورة هل هو يعني يضر الأم فقط ولا الأم والجنين مع بعض؟ الاثنين. لما الأم تكون عندها مرض مزمن وقديم وتعبها مسبب لها مضاعفات، مسبب لها مشاكل كثيرة، لما تجي تحمل بسبب التغيرات الفسيولوجية اللي تصير وتغيرات الوظائف اللي تصير في عند الأم بيكون الوضع شوي أصعب عليها. أيضا الجنين من جهة أخرى، لو الجنين تعرض لأي مشكلة وكان عنده ضعف في النمو أو حمل توائم أو تشوهات في الأجنة نفسها، برضو ننسب ليه انه حمل عالي الخطوره يعتبر. دكتور يعني نتفق انه الحمل هي يعني حاله طبيعيه جدا. صحيح. ويعني مو المفروض الواحد يخاف منها الا اذا كان من وراها تبعات او بعض الامور الصحيه. لما نتكلم على هذه الحالات اللي ذكرتها تسبب حمل عالي الخطوره، بالاساس ايش الشيء اللي تسويه المراه فبالتالي ممكن يسبب لها هذا الامر؟ يعني على سبيل المثال نتكلم على نمط غذائي سيء، نتكلم عن بعض العلاجات اللي ممكن تسبب لها حمل عالي الخطوره، ايش هي المسببات اجمالا؟ والله بشكل عام انت عارفه انه الان يعني حياتنا كلها تغيرت، اسلوب الحياه تغير، نمط الحياه تغير، الحركه قلت عند الناس، الرياضه ما صارت اسلوب حياه، طريقه الاكل، الاعتماد على الوجبات السريعه، كل هذه غيرت من 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 تركيبه حتى جسمنا احنا. بالتالي لما تيجي تحمل وهي عندها مرض اصلا قديم يكون من الصعب التحكم فيه، تحكم الحد من خطورته، الحد من مشاكله ومن مضاعفاته اثناء الحمل. طيب الاوقات حتى اوقات الحمل يعني جدا مهمه ان الوحده تعرف اذا هي راح تتعرض فيها للحمل عالي الخطوره، متى الاوقات اللي تكون انا ممكن انتبه على نفسي، هي الاسابيع الاولى او الشهور او متى؟ كل فتره في الحمل لها خصوصيتها ولها مشاكلها. يعني احنا الحمل بنقسمه لثلاثة اقسام. كل ثلاثة شهور نعتبره مرحلة في الحمل. يعني بداية الحمل بنخاف من الاجهاض، بنخاف من اول ثلاثة شهور، ايوه، مشاكل النزيف، مشاكل الغثيان والوحم الشديد اللي ممكن حتى يضر الام وممكن حتى يستدعي انها تدخل المستشفى وتتنوم. كل هذا يجب الحرص عليه في الشهور الاولى. برضو ننتبه للجنين، نفحص الجنين، نفحص الكروموزومات، نفحص اشعه خاصه للاجنه. ننتقل للمرحله الثانيه، يبدا يظهر معها ممكن سكر الحمل، ارتفاع ضغط الحمل. طيب الفتره الثانيه هي من كم لكم؟ عشان تقريبا من الاسبوع 15 الى الاسبوع 27 28. بعدين من الاسبوع 28 الى الاسبوع 40 تقريبا، هذه المرحله الثالثه. هنا برضو يظهر مشاكل تسمم الحمل، ضعف نمو الجنين، المشيمة المتقدمة وهكذا. يعني بالعاده المراه اول ما تحمل تكون الزيارات شهريه، من بعد تصير كل اسبوعين، بعدين تصير كل اسبوع في المرحله او اخر ثلاثة شهور. اهميه المتابعه للزيارات اللي طبعا يطلبها الطبيب، بالاضافه لو لا قدر الله كان الحمل طبيعي، هل في علامات ممكن تظهر على المرأة يعني يكون زي جرس إنذار إنه في حمل عالي الخطورة أو مع الكشف راح يبين؟
والله شوفي أنا أعتبر أنه إذا إحنا حنبدأ نتابع بس في الحمل فأعتقد أنه إحنا تأخرنا. أنا أشوف أنه السيدة المفروض أنها تزور الطبيب عند النية بالحمل قبل ما تحمل، خاصة اللي عندها مشاكل أو عندها أمراض مزمنة، لأنه ضبط المرض والسيطرة عليه قبل الحمل مهم جدا جدا، ويساعدها كثير في الحمل أنه يكون حمل سلس من غير أي مضاعفات. الآن عدد الزيارات بيحكمها وضع الأم نفسه، زي ما تفضلتي يعني في البداية يكون كل شهر، بعد كذا بالأسابيع، لكن في مرضى أنا من بداية الحمل بضطر أشوفهم كل أسبوعين. نعم. على حسب الوضع اللي بالضبط. للأم. بالضبط. طب إيش هي أبرز العلامات اللي ممكن يعني تكون بمثابة إنه لا هذا الحمل فيه خطورة؟ في أعراض بتظهر على الأم أحيانا، يعني الغثيان الشديد، التطريش الشديد، النزيف، الصداع المزمن اللي ما يستجيب لأدوية، ظهور زلال في تحليل البول، كل هذه تكون علامات احيانا ودلائل انه ممكن الحمل هذا يصاحبه مشاكل، او ظهور علامات في الـ في الـ في السونار، نسميه السونار او الاشعه. نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن الام او المراه الحامل اللي تكون تعاني من امراض مزمنه، كيف ممكن تحافظ على نفسها وتكون اكثر امان لها ولجنينها ايضا؟ رقم واحد، تزور الطبيب في مرحله مبكره ويفضل قبل الحمل. رقم اثنين، نراجع أدويتها اللي تأخذها، ممكن أدويتها ما تناسب الحمل، فممكن نحطها على برنامج علاجي مختلف نتأكد أن البرنامج هذا مسيطر على المرض، بالتالي لما تحمل بأمان وتكمل على نفس البرنامج هذا أثناء الحمل. تراجع طبيبها اللي تابع مرضها المزمن أصلا، هذا برضو مهم جدا قبل الحمل وفي بداية الحمل برضو. وأعتقد أنه من المهم يكون في تعاون بين طبيبها وطبيب الحمل اللي يتابعها، بحيث انه يكون في تبادل بالنتائج، بالفحوصات، بوضع الام، كل هذه مراحل مهمه. دائما الام اول ما تحمل تدعي انه يا رب يعني تمام الصحه والعافيه، ودائما تدعي انه يكون هذا الجنين يعني كامل وما في اي مشاكل وغيرها، لكن يعني حتى لو تلاحظ يمكن الامهات حتى تبغى تعرف كم عدد اصابع طفلها وهو لسه يعني في بطنها، يهمها تعرف الاشياء. الأم متى ممكن تعرف لو لا قدر الله في مشاكل صحية أو جينية أو تشوهات أو غيرها، في أي فترة من الحمل تقدر الأم تعرف وإيش هي الطريقة؟ والله في فرصة كبيرة، لأنه إحنا عندنا الآن مع تقدم الطب أصبحت فيه تحاليل تجرى حتى في الأسبوع العاشر، تحليل دم بسيط جدا. تحليل دم هذا رقم واحد. نعم، تحليل دم يكشف عن الكروموزومات أو يعرف الأم يعني بوضع الجنين في مرحلة مبكرة. برضو في سونار بنعمله بين أسبوع 11 وأسبوع 14، برضو هذا برضو بنشوف فيه سماكة الرقبة، بنشوف فيه العمود الفقري، بنشوف فيه الرأس، بنشوف فيه القلب في مرحلة مبكرة جدا. كل هذه بتعطيك علامات وتدلك هل الحمل هذا ماشي بالطريق السليم، هل الجنين هذا وضعه يعني مطمئن على المدى القريب والبعيد حتى. طيب دكتور، كلنا نتفق أن الصحة النفسية والبيئة المحيطة بالمرأة الحامل جدا مهمة، يعني لازم يكون ناس إيجابيين، لازم يكون ناس داعمين. كيف ممكن اليوم الصحة تأثر على الأم وجنينها؟ دعم الناس اللي حولها مهم جدا، زوجها، قريباتها، صديقاتها، لأنها بتمر بمرحلة خاصة. يعني أنا ما أقول لك أنها مرحلة مرضية، برجع وأقول أنها هي حالة طبيعية لكنها حالة خاصة، فيها تغيرات نفسية كثير، في تجربة جديدة، في أعراض جديدة بتحس فيها، فيها جنين بتحمله في بطنها، في خوف من المستقبل، في خوف من نتائج الجنين هذا، هل ممكن يكون مصاب، هل أنا هتعرض لمشكلة، كيف هتكون ولادتي، هتكون ولادة طبيعية، هل هتكون قيصرية، كل هذه الأسئلة خصوصاً يعني لو كان أول طفل جدا جدا مهم. وحتى يبرز دور الطبيب في الـ في الـ في كل مرحلة من المراحل هذه، إنه يبذل وقته ويشرح للمريضة يعني تفاصيل مهمة جدا، وما يترك لها أسئلة في ذهنها تضطر تبحث عنها في أماكن أو مصادر قد تكون غير موثوقة. يعني نتكلم عن عامل العمر ومدى تأثيره على صحة الحمل للدكتور، قد إيش عامل العمر يلعب دور كبير في هذا الموضوع وأيضا على الجنين تحديدا؟ والله في السابق كنا نعتقد أن العمر له دور كبير جدا، لكن مع الوقت هو لا زال له دور، أكيد لا زال له دور، يعني كل ما تقدم العمر كل ما كان الحمل أصعب،
وكل ما كان نخاف انه الجنين هذا يكون مصاب بخلل في كروموزومات او لكن وجدنا انه في تحاليل ثانيه وفي اجراءات ثانيه بتطمننا ولا زلت اشوف الان انا سيدات بعمر الأربعين بيحملوا ونتائج تكون طيبه والجنين كويس وضع حتى هي مستقر مع المتابعه مع الفحوصات مع انتظام على العلاج كلها. دكتور نحتاج منك نصيحة لكل أم أو امرأة تخطط للحمل بيكون حامل طبعا سليم وخالي من الضرر خصوصا لو كانت هي تعاني من أمراض مزمنة أو حتى عانت قبل فترة الحمل. لعله يمكن تذكرتي النقطة المهمة اللي هي التخطيط. هو التخطيط لما يكون الحمل يعني يحدث الحمل بتخطيط دائما نتائجه تكون كويسة. المتابعة المستمرة، الفحوصات الدورية، أخذ اللقاحات المهمة اللي كل السيدات بيخافوا منها وكل الناس بيخافوا منها مع إنها لقاحات آمنة جداً زي لقاح الإنفلونزا زي لقاح الثلاثي البكتيري بتفيدها وبتفيد جنينها حتى. دكتور يعني بحكم إنه الحين نقدر نقول صار في شوية تأخر في الزواج، يعني السيدات ما صاروا يتزوجوا يعني زي زمان في أعمار صغيرة، أبغى أتكلم على جزء اللي هو تجميد البويضات، قد إيش مثلاً هذا الشيء يكون فرصة للسيدات في حال إنهم يعني تم الزواج في عمر متقدم إنهم يحظوا بحمل سليم؟ والله يعني الطب يتقدم معنا يعني سنة عن سنة يوم عن يوم حتى، وأعتقد إنه من 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 التفكير السليم إن إحنا نستغل كل شيء ظهر في الطب، كل تقنية جديدة بتساعدنا يعني نحصل على نتائج مرضية ونتائج جيدة حتى لو كانت تجميد البويضات. دكتور هيثم الصم شكرا لك شرفتنا وشكرا لك على تواجدك معنا اليوم. شكرا لك. اهلا وسهلا. مشاهدينا بعد الفاصل في قول رايك، هل تعود لعلاقتك القديمه؟ في فقرة قول رايك اليوم زميلنا مبارك الكويكبي سأل الناس هل تعود لعلاقتك القديمة؟ خلونا نشوف أبرز الإجابات ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة قول رايك. قول رايك اليوم من بوليفارد سيتي. سؤالنا هل ممكنك تعود لعلاقة قديمة لك ولا لا؟ خشوا من بعض اليوم أبرز الإجابات. هل ممكن أرجع علاقات قديمة؟ حسب يعني شو العلاقة، ممكن ترجع العلاقة بس ما ترجع بنفس العمق، بس بشكل عام إذا علاقة خلص أنت طلعتها يعني لا، ممكن تضيف بالعكس علاقات غير يعني. يعني صادفتي وحدة مثلا وأنت تمشين من زميلاتك في الدراسة تمام، هل ممكن ترجع علاقة زي قبل نطلع وصحبات لا فريند؟ شوف إذا أنا طلعتها بسبب في سبب معين يعني لا ما بترجع. أهلاً أهلاً وخلاص. السلام عليكم ومع السلامة. حرفياً هيك حيصير. لا إذا كانت النهاية حزينة أكيد لا. إذا كانت النهاية مش حزينة بس يعني فرقكم الزمان أكيد برجع، ليش لا؟ عادي ذكريات بيناتنا. تعيدون إحيائها؟ يعني حسب الشخص إذا بيستاهل أنه نرجع نعيد أو لا، يعني حسب الشخص كيف تغيرنا، تغيرنا منيح ولا لا. بتحسي العلاقة بترجع طبيعية ولا بيكون فيها شوي توتر؟ ما كانت ما بقى ترجع نفس أول؟ ليش مستحيل؟ لا مو مستحيل عادي. لا ليش؟ life has no control zone. هذا إيش يترجمها لنا؟ الحياة ما فيها كنترول زد، ما في ليش أرجع لورا، خلاص مو فورورد، روح لقدام. يس طيب ممكن إذا مثلا كنت تمشي في مكان عام مثلا، أنا دائما من الناس اللي صادف أصدقاء الدراسة. يس هل ممكن ترجعون تتواصلون يس طبعا أكيد هاي العلاقات كثير مهمة، ما بتقدر تقطعها، لكن في حال العلاقة كانت سامة كانت توكسيك ما تقدر ترجع لورا، بس أكيد العلاقات مهمة. يعني في ناس كثير بالجامعة اللي 4-5 سنين ما شفتهم، صادفتهم هنا في الرياض وشفتهم وجينا تعرفنا وصلنا صحب كثير، واحد منهم جالس هنا ما شاء الله. يس فلا كثير مهم العلاقات، وكثير ممكن كثير مهم تعمل لها ريفرش من فترة لفترة. ترجع بس ما رح ترجع نفس أول. شكرا لك. ليش؟ لأن ما رح تبقى نفس المشاعر ونفس الأشياء اللي كانت أول، رح يتغير كل حاجة لأن خلاص عرفت الشخص، عرفت إيش هو، خلاص راح. أتفق معك بنسبة 100%، لأنه فعلياً يعني حتى لو كانوا أصدقاء دراسة ما هي نفس المشاعر قبل. المشاعر نفس اللي كانت راح تتغير. لا ما. ليش؟ جرحتني حيل، العلاقة القديمة جرحتني، أنا ما أرجع لها. لا. في موقف مريتي فيه؟ مواقف والله. أعطينا واحد.
يعني خيانة صديقة. أوكي. وقابلتيها بعد زمن؟ إي قابلتها. وش صار؟ سكيب. شفتيها طيب سويتي نفسك ما تعرفينها ولا؟ سكيب. على طول. عيني بعينها بس سكيب. لا. سبب؟ السبب يا طويل العمر لأنه لو سابك حريق يسيبك تاني مرة. طيب اليوم راح تنقلب الآية فتفضلي. حسألك سؤال جاهز جاوب؟ يلا. شو اسمك؟ مبارك. مبارك تمام. مبارك شو أكثر تاريخ مستحيل تنساه بحياتك غير عيد ميلادك؟ أحس أي تاريخ في 2010، يعني 2010 من أول يوم لين آخر يوم. كامل. كلها كانت حلوة، والسعوديين أتوقع مبسوطين بذاك التاريخ. شو كان فيه؟ بلاك بيري، الأغاني، القلوب كانت كذا حول بعض، ف 2010 أتوقع تاريخ مميز للسعودية كلها. رؤى ماذا لو عاد معتبرة؟ على السؤال أعود لعلاقات القديمة لا، لأنه ما انتهت إلا لأنه هي صفحة وانطوت بالنسبة لي. دائما أقول في كل فترة زمنية في كل مرحلة عمرية لها لي أنا لي شخصيتي، وفي ناس يكونوا موجودين معي يتناسبوا مع هذه الشخصية. بمجرد ما أكون أنا تجاوزت هذه المرحلة، أنا مو من الأشخاص اللي تجاوزوا بسرعة. دائما أقول أنا جدا وفية في علاقاتي وفي اختياراتي للناس، لكن إذا انتهت هذه العلاقة وانتوت الصفحة ما أرجع، لأنه المعايير جدا اختلفت. أنا تغيرت، أنا ما تجاوزت هذه المرحلة إلا أنا تعلمت من وراها شيء. اللي يكرر الخطأ أو يكرر الموقف، خصوصا لما كنت أقول زمان إنه الغفران مرتان والثالثة فراق، فإذا يعني صارت أخذت الفرص أو الناس أخذوا هذه الفرص ونبغى نرجع للسيرة القديمة لا. وبعدين الدنيا مليانة صحيح خير وبركة، يعني ليش لازم أصر إنه هذا الشخص هو الشخص المناسب أو هذه الشخصة حتى لو كانت صديقة هي الشخصة المناسبة؟ بالعكس، أنا مع إنك أنت تشيلي ناس وتنظفي، تفتحي مجال لناس جدد يدخلوا في حياتك، ما كانوا مناسبين نظفي وافتحي الباب للناس اللي بعدهم. أما يكون عندك تكدس سكاني في حياتك راح تتعبي. أكيد. ما حيكون في فرصة إنه في ناس يدخلوا حياتك ويكونوا هم فعلا إضافة، ربما ما جاء في خلال يعني سن معين أو عمر معين، ولكن راح يجي في 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 وقت مناسب. فأنا مع إنه إذا انتهت علاقة تنتهي بكل ما فيها. يعني أنا بعد الشيء اللي أستغرب منهم ثقتهم العالية بالرجوع، يعني تجربتي الشخصيه يعني ترجع تتكلم معي عادي كانه ما انقطعت عني سنوات كثيره. وانا ما احب اذي احد بالكلام، لكن مستحيل ترجعين مثل ما كنتي ابدا. أحترمك، تبين تسالين عني اسالي عني، انا مستحيل اسال عنك لانك انقطعتي عني سنوات كثيره، مستحيل ترجع العلاقه مثل ما كانت لو ايش. صحيح. بس تعرفي في احيانا يعني لما نكون صغار في العمر، يعني صغار نتكلم عن 17 18 20 سنه، هنا أنا أتكلم على مستوى عاطفي تحديداً ندى، في علاقات ربما تنتهي لظروف معينة ما انتهت بإساءة. أتوقع على كبر لما ترجع تعرف بنقول لك في أماكن ما يمليها أحد ثاني. يمكن يعني لو صار عمري 50 سنة ممكن أرجع للحب الأولاني، بس طبعا رجوع شرعي يا جماعه، زواج مو اي شيء ثاني. هذه احس انها حلوه، تعرف اللي فيها الحب العذري اللي اول مره كده تحس انه قلبك يدق لاحد. يعني اتوقع لما نكبر بعد سنين طويله ممكن، ترى هذا مجرد خيال لا حد يقص عليها اي شيء واقعي. يعني هذه الحاله الوحيده. انا مستحيل ارجع لعلاقاتي القديمه. اذا انتهت بشكل حميد بكل الطرق خلاص. انتهت انتهت، لا ترجعون نهائي. ولو كنت انت اللي تركتي؟ أنا مستحيل أرجع لأحد في كل الأحوال. في كل الأحوال يا ساتر. طيب عموما يعني مشاهدينا بالنسبة لهذا الموضوع أكيد أحس إن هي حتكون في الآخر مسألة نسبية، دائما يعتمد يعني الأشخاص اللي إحنا أصلا بنقابلهم مدى مكانتهم مدى تأثيرهم علي. لكن أنا أشعر إنه من الصحي إنه الواحد لازم صراحة موف أون يكمل، ومن سنة الحياة الوفرة حتى على مستوى البشر، سواء كان في علاقات في صداقات في أي كان. العلاقات الوحيدة اللي ممكن أرجعها مع مرور الزمن أو مع الوقت إذا كان في رحم، إذا كان أحد مثلا من قرابي مثلا صارت مشكلة بيني وبين إكس من الناس، هذه العلاقات اللي أحس إنه ما أستمر في انقطاع علاقتها، أنا أرجعها وأنا أبادر فيها. وفي الآخر أهل أكيد طبعا.
وعلاقتي بالشغل احيانا. عموما مشاهدينا خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل حنتكلم عن ديكورات المنزل الشتويه وما هي الاستخدامات الصحيحه للمفروشات الشتويه. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وهذه الفقرة حنتكلم عن بعض قطع الديكور الصحيحة اللي ممكن إنه إحنا ننسقها بشكل حلو وتعطي إضافة ولمسة جمالية مميزة للمكان. اليوم راح نتكلم عن الديكورات اللي ممكن توحي لنا بفصل الشتاء، وراح نستعرض معكم كمان أبرز الإكسسوارات للديكورات الشتوية. حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر نرحب بضيفتنا في الاستديو بالمصممة أمل العايد، مصممة ديكور داخل. أهلا وسهلا بيكي، نورتينا اليوم. أهلا وسهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. نتكلم في البدايه عن الديكورات الشتويه، وقد ايش في كثير من الاشياء او الاكسسوارات اللي ممكن انها هي تعطي هذا الطابع، لكن خلينا نتكلم عن ابرز الاتجاهات للديكور الشتوي لهذا الموسم. شوفي، الديكور الشتوي دائما يميلون للالوان الغامقه اللي تعطي دفء، يعني انه مجرد ما ادخل المكان احس بدفء، احس براحة، أحس كذا، لأنه تعرف جو الشتاء معناته البرد. دائما الألوان الغامقة عموما، سواء الأسود، الرمادي، البني، البرتقالي الغامق، الأحمر الغامق، الكحلي البترولي، كلها ألوان جميلة هذه في الشتاء. بما أننا نتكلم يعني عن الشتاء والأثاث الشتوي، أنا كيف أقدر أختار قطعة مناسبة، وكيف أقدر أخلي أثاثي من صيفي إلى شتوي؟ هنا ما نغير في القطعة الأساسية، احنا نضيف مثلا نضيف الاكسسوارات او الملحقات اللي تعطينا الطابع العام، لانه صعب انه كل موسم بشيل قطعه رئيسيه وبحط قطعه ثانيه. صحيح. فمثلا الكنبي يظل زي ما هو، لكن مثلا نضيف في السجاد، نعطي الطابع الشتوي مثلا اذا كانت ندخل الالوان الغامقه في السجاد، البيج والبني، ندخل فيه الاسود، ندخل قطع الفرو، ندخل مثلا اللي هو السجاد مثلا من الصوف. الكوشنز كذلك يلعب دور، أن يكون الكوشنز مثلا على صوف، على فرو، هذه كلها تعطينا إيحاءات شتوية. وجود مدفأة ترى شيء مهم كثير، إحساس أنه تعطينا لو ما شغلناها مثلا في الصيف، لكن غرف المعيشة ضروري يكون فيها مثلا مدفأة. هي الفاير بليس أصلا تدي جمالية حلوة، خصوصا إذا صار الوجه تبعها أو ديكور العام لها من الحجر. صحيح، هنا تعطيك الطابع الشتوي الفعلي. كمان من ضمن الديكورات اللي كمان يعني يتم استعمالها او استخدامها في فصل الشتاء اللي هي يعني مجسمات الحيوانات، وفي كثير يحبوها. السؤال اللي بسألك اياه، يعني هل المجسمات لمثلا جسم حيوان او راس او حتى استعمال مثلا القرن وغيرها، كيف ممكن اختارها بحيث انها تكون مناسبه لفصل الشتاء؟ دائما فصل الشتاء وين يروحون؟ قرون الغزال، الغزال نفسه، المنحوتات الخشبية، قطع الخشبية مثل المخروطات السنوبر، عندك بعضهم يتوجه مثلا إضافة اللي هو حتى الزيبرا. أنا أشوف الزيبرا كمان حتى لو كانت زولية ولا شيء. أيوة، هذه يستعملوها بالضبط. صحيح. طب خلينا نتكلم عن الروائح، يعني ايش الروائح المناسبه للناس اللي يحبون الشموع خصوصا في فصل الشتاء؟ دائما اكثر شيء في فصل الشتاء القرفه او الفانيليا، هي اكثر شيء تحسينها يعني رائحتها دافيه اكثر شيء. بنشوف الديكور الترند والمعتمد اللي ما زال مستمر الى الان اللي هو المينيماليس، الى الان الناس صحيح. كثير يحبوه ويميلوا. طبعا نتكلم عن هذا النوع بنفس طريقه الصور اللي هو تكون الديكورات جدا ناعمه، الوانها فاتحه رايحه للابيض، قليل جدا يكون في الوان. بس هنا كيف انا ممكن اكسر هذا الطابع؟ تكسرينه مثلا بالاوشحه، انه يكون اضافه الوشاح للصوف اللي هي البطاطين، انا اسميها بطاطين. ايوه بالضبط. انه اضافه الاسلال في المكان، اضافه البطاطين، وخصوصا في غرف المعيشه، غرف المعيشه دائما الناس تحب ترتاح فيها. فاضافه البطانيات، اضافه خلينا نقول ركن مثلا المشروبات الساخنه، هذه كلها تعطينا طابع. انا بالعكس، انا اذا مشيت على الالوان الاساسيه كسرتها في الاشياء المتغيره. كيف ممكن احافظ على المينيماليس ما خليه يتحول لبوهيميان ستايل؟
بما انه نتكلم هنا عن السلال وعن الاخشاب وغيرها. هنا مو الاخشاب، ما راح تدخلين بالاخشاب بعمق مثلا بتفاصيل كثيره، لا حتدخلينها باضافات بسيطه زي ما قلت لك، يا مخروطات تثبت في الجدران، هذا بعيد عن البوهيمي، خلينا نقول مثلا مجسمات الغزال، اضافه البطانيات، اضافه السجاد، اضافه الفرو في الارضيات. في الآونة الأخيرة انتشر كثير اللي هو قماش البروكلي، إن شاء الله يكون نطقته صح، صحيح، صار ترند على السوشيال ميديا يعني كثير. نبيك تذكرين أهم مميزاته. من مميزاته أنه فعليا هو قماش شتوي أنا أعتبره، غير كذا عملي، ما يمل أنه تعد، يعني أعطيني الطابع الشتوي الفعلي البوكلي. يعني تفضلي. هو دائما يعني يستخدم في الشتاء، لكن الان ما شاء الله تبارك الله صار استخداماته كثيره. اتكلمنا انه الالوان الغامقه امل هي اكثر الالوان اللي توحي بفصل الشتاء، لكن هل تنصحي انه يكون مثلا الجدار او الحائط يكون الوانه غامقه او لا؟ ممكن اضيف الوول بيبر، الوول بيبر سهل انه يتغير. تمام. اضافه كذلك الدهانات، ترى سهل انه ممكن اغير في الدهان، امر سهل فيما بعد ادهن ارجع باللون الفاتح، لان الالوان الغامقه تحسسك بالدفء فعلا في المكان. الستائر احنا دائما وين نمشي في الستائر؟ في اللينن. غرف المعيشه حلو ان نضيف لها مثلا المخمل في فصل الشتاء بحيث انه يعطي دفء، يقلل من بروده الجدران، يعطي حميميه في المكان. اضافه الستائر اللي تمشي مع الثيم العام في المكان، لكن الوان غامقه. حلو. شفنا يعني انواع كثيره من المرايات، كثير ناس يستخدمونها، خصوصا المرايات تجيك متعرجه وفيها صحيح. مثلا اضاءات مخفيه، كيف ممكن يستفيدون منها في المكان؟ استفادتها اللي هي تطعيمها بالالوان او الخامات الشتويه، سواء في الصوف، في الخشب، الالوان الغامقه، لان الان ما مش مجرد مرايه بس، صارت اضافه ديكوريه. صحيح. كذلك ممكن اطعمها مثلا بفريم من قماش مخمل، اطعمها بفريم من مثلا من خامه الخشب، كذا تعطيني الطابع شوي انه الغرفه شتويه. ايش اخر الصيحات لمثلا تلبيس الجدار؟ سمعنا انه في بديل الخشب، بعدين بديل الرخام، والحين كمان بنشوف كمان تلبيسات مختلفه مثلا زي الخشب او الرخام الخشن، بديل الرخام ويكون خشن، او حتى استعمال الفواصل اللي باللون الاسود. الجروفات الساده. صحيح صحيح، طبعا انت اعلم مني فات انا وصفها بس اوكي. بس ودي اعرف يعني ايش اخر الصيحات هذه الان؟ صارت صراحه قللت علينا المده، الجهد، انه مثلا انا اذا اخترت انا وعميلي اللون الخشب يجينا زي ما هو. لما اروح انا الخشب الطبيعي، لانه انت لما تدهن اذا بتغير مثلا دهنتي قطعه ومن بكره دهنتي قطعه ثانيه، لو نفس اللون حيتغير. ميزة البدائل هذه تجيب نفس اللون، سهلة التركيب، سهلة التغيير، تعددة الاستخدامات، وتعطيني طابع الخشب الطبيعي الفعلي. حلو. طب إيش النصائح اللي تقدميها للناس اللي الحين حابين يأسسون بيتهم وديكورات؟ أولاً النصائح الفعلية، أنا لما نتكلم في فعل، أنه دائماً نربط الأثاث بمساحة الغرف، مو مجرد انه عجبني في المعرض اجي احطه في غرفه في المكان سواء في صالات. التوظيف الفعلي اذا هي غرفه معيشه او صاله ضيوف. الالوان، انه دائما انه في الغرف المعيشه تكون الالوان الدافيه اللي ما تتوسخ بسرعه. كذلك الطاولات، انها يعني نحاكي انه مثلا غرف المعيشه غير غرف الاستقبال. هذه الأشياء يعني تناسب القطع والمقاسات مع المساحات. واحدة من القطع الديكورية اللي فعلا تكون صعبة ودقيقة، لو غلط واحد صار فيها ممكن يعني تدي صورة عكسية، نتكلم على الزهور الصناعية. قد إيش هذه الزهور الصناعية مهمة، طريقة اختياري لها، طريقة تنسيقها، والأماكن اللي ممكن استخدمها واحطها فيها. فعلا، وطريقه تنسيقها، مقاساتها، الخامه، لانه في خامات او حتى الفاز اللي تكون بالضبط فيها، في خامات واضح انها فيك، في خامات انا اشك انها هل هي طبيعيه فعلا ولا صناعيه. فهذه مهمه جدا انتقائها. وحابه ارجع لنقطه بدائل الخشب الان. تفضل. الان صار في ميزه انها ضد المويه، يعني ما اشيل هم انه وصل لها مويه، تعرضت المويه، سواء في الارضيات الباركيه او في الجدران. فهذه شيء مره حتى النعلات ذاك اليوم بشوف انه في يعني انواع جديده سايره اجمل واحلى، وفي نفس الوقت ما تتاثر بالرطوبه وبالمويه. بالضبط. أي. الان نازله منتجات صراحه ريحتنا احنا كمصممين. اي سهوله، يعني
الالوان الثابته زي ما قلت لك، عدم تعرضها يعني تعرضها للمويه ما يخليها تخرب زي الخشب الطبيعي. اكيد بصراحه اعطيتينا معلومات جدا مهمه خصوصا للناس اللي حابين ياسسون الان. شكرا لتواجدك معنا. الله يسعدك، شكرا لاستضافتكم. الله يسعدك يا رب. مشاهدينا كذا راح نطلع فاصل وبعدها راح نرجع نكمل معكم. تصدرت الشابة السعودية الجوهرة السعيد العناوين خلال الفترة الحالية، وذلك بعد اختراعها جهاز توليد الطاقة الشمسية مع التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك تماشيا مع مبادرة السعودية الخضراء. راح نتعرف على اختراعها بتفاصيل أكثر مع زميلنا موسى يحيى في التقرير التالي. هذا الجهاز هو امتداد لاختراعات متعددة لطلاب وطالبات بالسعودية تماشياً مع ما وصلنا إليه في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الاختراع يحقق هدفين، هدف تقليل استهلاك الطاقة في المباني المستدامة، وأيضاً هدف خفض الانبعاثات الكربونية في الجو. مثلاً ممكن أن نضع هذا اللوح في المباني التجارية أو المناطق الصناعية أو مثلاً في المباني في المدن الصناعية، بحيث أن إذا وضع اللوح في المكان يمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو لتقليل الانبعاثات. نقدر نقول أن هذا اللوح يساهم في مبادرة السعودية خضراء. أهم مكوناته اللوح والمادة اللي نشتغل على تطويرها في المعامل والمراكز البحثية، نجري بحوث بحيث أننا نلقى المادة الأمثل للوح بحيث أنها ما تتفاعل مع الحرارة اللي متركزة في اللوح. فخورة بإنتاجي لهذا اللوح، وأرى أنها بداية نجاح إن شاء الله لي كطالبة سعودية، وخاصة أني أنا لسه بالصف الأول ثانوي، يعني هذا إنجاز كبير لي أنا أعتبره بحياتي. كانت رحلة المشروع جدا صعبة، كانت 7 شهور، كانت يعني مدة كبيرة جدا، كان في بحث طويل وأخطاء كانت تواجهني وصعوبات وعوائق كنت أحاول أني أتجاوزها بحيث أنه يكون في كفاءة أعلى، وأن يكون المشروع يعني يكون ما في له أخطاء، ويكون يعني جدير بأنه يكون منتج سعودي. وأتمنى أني أشوفه في جميع الأماكن في السعودية، في المصانع، في المباني، في المباني التجارية، في المدن الصناعية، ودي أني أشوفه بكل مكان بالسعودية. والله الجوهرة اليوم صراحة يعني حققت هدف كبير، وأنا الحقيقة من صغرها وهي عندها شغف كبير. الحقيقة من صغرها هي عندها حب المشاركة في المسابقات ومسابقات الرسم ومسابقات تحدي القراءة، وعندها يعني دائما تحب تكون المركز الأول يعني تنافس. فالحمد لله أنها وصلت يعني لهدفها، والحمد لله أنها وصلت لإنجاز الحقيقة أنا فخور فيه كأب. أكيد نشكر زميلنا موسى يحيى على هذا التقرير. وبكذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم. أجمل التحايا مني أنا رؤى ريان وزميلتي ندى العتيبي وفريق برنامج سيدتي، وانتظرونا بكرة في نفس الموعد. في أمان الله.